حول الله يا رب. يا حبيبتي يا حبيبتي ما تخافيش، البنت دي مجرمة وقليلة الأدب وتهمتها أداب، وجابوها هنا غلط وأكيد هيرحلوها لحتة تانية. يعني أديكوا شفتوها هي كانت بترد إزاي، أنا ما عملت لهاش حاجة إلا لما قلت أدابها، ما أنتوا كنتوا واقفين وشايفين. وبعدين يعني أنا مش وحشة قوي كده، يعني ممكن يكون كان طالع سمعة على المكان ده، بس ده كان زمان، دلوقتي في رقابة وفي حقوق إنسان وبيشددوا على عدم استعمال العنف. خلي بالك إحنا هنا بنعامل البنات غير الصبيان، البنات ما بنشددش عليهم، بس في حالات استفزازية بتقابلنا ما بتنفعش معاهم لغة الحوار. يا بنتي يا بنتي اهدي، هي بتعمل كده ليه؟ خيرية هاتي غيارات لتفيدة عشان غرقت نفسها. حالا. خدي بالك قبل تهاني ست طيبة قوي. انتوا مع بعض؟ ايوه. طب مع الاسف هقول لكم يعني ان كنتوا مش هتكونوا مع بعض. ليه بقى؟ النظام هنا كده، من 7 لـ10 مع بعض، من 11 لـ14 مع بعض، من فوق بقى لـ14 برضو مع بعض. انا عندي 7 سنين. النظام هنا كده. ابوس ايدك يا بلتهاني، انا ما اقدرش اسيبها، دي حالتها تتنيل اكتر واكتر. انا ممكن اموت لو نمت بعيد عن زوزو، انا ممكن اموت. طب انا اعمل ايه؟ اللايحة بتقول كده. ايوه يعني هيحصل ايه يعني لما حتة البنت المسكينة اليتيمة دي تفضل في وسطينا؟ دي لا ام ولا اب ولا حتى الواد كيمو، انا برضه اسيبها. مين كيمو ده؟ اخوها، خبطته عربية ومات. خدي بالك. طب انا ممكن اسيبها يومين يعني علشان تتعود على المكان. خلي بالك. هي المحروسة اللي قطعت شرايينها قاعدة بقى في الأوضة؟ لا. أمال راحت في أنهي داهية؟ مالك يا بنت بتتهتهي كده ليه؟ ما مش عارفة. ما تخافيش، هنا يا أختي ما بيحطوش البنات كده كلهم مع بعض، يعني المخدرات في حتة ولا مؤاخذة في حتة، ما تقلقيش يا حبيبتي. يبقى هنلاقي حسنية؟ حسنية مين؟ بتاعت الدارة. وايه اللي فكرك بيها؟ طب نتسجن ليه؟ تومتنا ايه؟ مش عرفني بقى، بيسألي الأستاذ طارق، عشان لو فكرت دماغي هتنفجر وهدي عليه. قومي نامي يا توت، انا دماغي وجعاني وعايزة انام. كان يوم اخبر يوم سيبنا الشارع بذمتك، مش كان مجمعنا وكنا مرتاحين ودافيانين؟ يعني احنا سيبناه بمزاجنا؟ وبعدين ما كناش دافيانين ولا نيل، والمصحف كان دافع عن هنا. بكره حبيبتي تتعودي، وبعدين عايزك تحمدي ربنا عشان احنا زعق لنا نبي. ده الست تهاني ما سابكيش الا لما اتاكدت انك نمتي. نمت وانا هيجي لي نوم. انا بقى جاي لي نوم يا حبيبتي وعايزه انام. قومي يا توت، قومي يا حبيبتي نامي، يلا نامي. زينب هتنامي ازاي؟ انت مش خايفه؟ هخاف من ايه يا توتة؟ ايه اللي هيخوفني يا اختي؟ اذا كنا نمنا في عمارات مهجورة وسط الكلاب المسعورة والقطط والفيران، وجوه كاوتشات عربية، وفوق الرصيف، وتحت الكباري، وجنب المستشفيات، وطلعنا صخ سليم، بقى لما نيجي هنا نخاف؟ نامي يا اختي الله يسترك. زينب صدقي بالله انتي لو مسكتي لندهلك سهام. الوقت عشرينها؟ يا سهام لا. زينب يا نهار ابوكي اسود. اخر حاجه، اخر عايزه ايه؟ كوثر ادتني نمره جوزها، بيشتغل مخدماتي، وقالت لي انها توصيها علينا. ايه رايك؟ برايي في ايه يا اختي؟ نهرب، جوز كوثر شغلنا في البيوت.